يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مجددا في برنامجكم برنامج وسم، لقائنا الجميل اللي أنا أسعد فيه مع أخوي أبو مطلق وما يختاره من القصائد والقصص والحكم والأمثال وما فيها من العمق المعنوي في الحقيقة والمعنى الشعبي اللي احنا نحتاج له في مثل هذه الأيام. نتذاكر في لهجتنا الكويتية الجميلة وأمثالنا الشعبية وحكمنا وما فيها من القيم. حياك الله أخوي أبو مطلق، الله يحييك، فرصة سعيدة نلتقي معاك. حياك الله، شنو محضر لنا اليوم؟ الله يعزك. حنا دائما أنا وياك أبو عبد الله مجتهدين. أي نعم، ولكل مجتهد نصيب. أي نعم صحيح، وبإذن الله أن نكون إن شاء الله من المجتهدين المصيبين إن شاء الله. أي والله أتمنى صراحة، ويعلم الله أن دائما نبحث عن القصائد اللي تضفي البهجة على نفوس صراحة أخواننا المشاهدين والمشاهدات، وحتى القصص والعبر والسوالف والأمثال والحكم دائما صراحة يعني نجمعها، يعني نجمل فيها حديثنا. صحيح، أي والله، هم الخير والبركة. واليوم حنا جايين بقصيدة لشاعر من شعراء قبيلة حرب، وهو الشاعر محمد الحداري. وهذا الشاعر شاعر صراحة مميز، شاعر مبدع، أبياته وقصائده عذبة جميلة تلامس القلوب صراحة، وفيها ميزة أنها سهلة الفهم، لا فيها تعقيد ولا فيها. فبعد ما نذكر إن شاء الله الأبيات نعلق عليها يا أبو عبد الله إن شاء الله، نوضح بعض معانيها ومفرداتها. يقول الشاعر محمد الحداري الحربي، يقول: لا والله إلا راح دور البداوة، ودور الرتاب اللي عليها شنوفي، ومجالس فيها لهلها حلاوة عنها الشوايب والهزيل محذوفي. لا والله إلا راح دور البداوة، ودور الرتاب اللي عليها شنوفي، ومجالس فيها لهلها حلاوة عنها الشوايب والهزيل محذوفي. وقالوا تسير، قلت ما من فضاوة، وقالوا علامك، قلت عيت ظروفي. الله، قالوا تسير، قلت ما من فضاوة، وقالوا علامك، قلت عيت ظروفي. أضحك مع اللي لي كنا العداوة، ونصفقوا صفقت له بالكفوفي. وعين الغضب تفتح عليك السماوة، وعين الرضا لو بك خطأ ما تشوفي. واللي مضى فالوقت عنف وقساوة، واليوم أخلي كل عوجة تطوفي. الله، القصيدة يا أبو عبد الله أطول. أي نعم، لكن أنا حبيت يعني أني ما أطيل على أخوانا المشاهدين، وحبيت أني أراعي الوقت الزمني. إحنا نعم، بعد محدود. فلاحظ يا أبو عبد الله والمعلم غيرك، يعني شوف يعني عذوبة الكلمات وسهولة الكلمات وبساطة الكلمات والإبداع صراحة بنقلها لكل الأجيال. يعني كلمات مفهومة يفهمها الصغير ويفهمها الكبير ويفهمها المتعلم وغير المتعلم. هذه طبعا من مميزات ترى الشعر. صحيح، يعني بعض القصائد يكون ما يفهمها لجيل معين. ففي مطلع القصيدة، وتعيننا أنت يا أبو عبد الله في صراحة أفكارك وفي ملاحظاتك العذبة الجميلة، يقول في البداية، يقول: لا والله إلا راح دور البداوة، ودور الرتاب اللي عليها شنوفي. الكلمة الرتاب هذه بهذه اللهجة أو الركاب، هي طال عمرك الجيش، أو هي طال عمرك الإبل المعدة للانتقال والارتحال. فيقول: ودور الرتاب اللي عليها الشنوفي. الشنوفي هي من الأشياء اللي توضع للزينة على الإبل في الماضي. أي نعم، الشنوفي عبارة عن سدو وعن أشكال جمالية. شو يقول بعدها؟ يقول: مجالس فيها لهلها حلاوة عنها الشوايب والهزيل محذوفي. الله، جميل. هذا البيت يا أبو عبد الله مطالب أنت فيه. حاضر، بعد الفاصل إن شاء الله تتحدث عنه. ولا يهمك، إن شاء الله نلتقيك أخوي أبو مطلق، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجنا وبرنامجكم برنامج وسم، وما زال الحديث عن قصيدة للشاعر محمد الحداري الحربي. وحنا ويا أبو عبد الله نقف عند بعض الكلمات ونوضح بعض المفاهيم والمصطلحات اللي قد تكون غامضة على البعض.
ولا ندري حنا أغلب المشاهدين إن شاء الله أفهم منا ويعني أعرف منا في هالأمور، وحنا في بيت الآن صراحة بنلزم أبو عبد الله يعني يتحفنا، لأن أبو عبد الله عنده درر وعنده صراحة ملاحظات من ذهب، الله يرضى، فودنا كل كلمة نقولها نسمع تعليق عليها. يا الله يسلمك، الله يعزك يا أبو عبد الله. فيقول الشاعر الحداري الحربي، أي نعم، يقول طيب توجد على الماضي، فيقول مجالس فيها لهلها حلاوة، عنها الشوايب والهزيل محذوفي. الله، مجلس لا في شوايب ولا في كلمة هزلة ضعيفة ولا في حلاوة. الله، فحدثنا يا أبو عبد الله عن المجالس، متى تكون يعني جميلة وش اللي يخليها مو جميلة؟ وخذ راحتك يا أبو عبد الله، الموضوع ترى جميل. والله يعني أنت شوقتنا أخوي ومطلق حق يعني، والشاعر طبعا شوقنا من خلال هذا البيت حق هالمجالس هذه. الله، يعني الواحد يدورها دواره على قولتهم. الله، يعني إن شاء الله كل المجالس فيها خير وبركة، لكن أنها تصل إلى هذا المستوى من النقاوة والحلاوة يعني صارت حلوة لما فيها من العلم والسؤال عن الحال والمعلومة الجديدة والحرص على الوقت والتواصل الاجتماعي اللي ما فيه تكدير، لأن لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. وقول آخر، إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد. الله، يعني مهما كانت البلاد واسعة وفيها اثنين متخاصمين وما يحبون بعض يكرهون بعض، لا شك أن الأرض هذه ما تسع لهم حتى على الرغم من سعتها لوجود البغضاء فيما بينهم. الله، بينما المكان وإن كان ضيق بوجود ناس متوافقين ومتحابين مهما كان ضيق. أنا أذكر كنت أحضر دوانية في السابق، يعني ما ودي أقول اسمها أو كذا، أدعى لها أكثر مرة، فلما دخلت هذه الدوانية ولا بصيغتنا إحنا وكلام أهل الكويت قرقور من صغرها، صغيرة دوانية صغيرة، لكن الناس على درجة من الوئام والتوافق والانسجام وراضين بكل ما يأتي، أكل كان بسيط، في طعام، إمكانيات محدودة، لكن النفوس كانت حلوة صراحة وما في زعل، يعني يتقشمرون مع بعض ويضحكون مع بعض وفي فائدة طبعا، واللي يدخل عليهم الغريب يحترمونه ويقدرونه ويقدمونه، يعني شيء صراحة كان مذهل. الله، وأعجبت في هذه الدوانية، لكن صاحبها توفى رحمة الله عليه وانفضت هذه يعني هذه الدوانية. ف يعني مثل يعني البيت جميل صراحة، يا ليت تعيد أخوي. يقول مجالس فيها لهلها حلاوة، الله الله، عنها الشوايب والهزيل محذوفي. محذوفي، نعم. وأنت يا أبو عبد الله قلت كلمة يعني بالفطرة، بفطرتك الكويتية، نعم، ها قلت كلمة صراحة حلوة، والله أنا من زمان ما سمعتها. الله، لما قلت مثل هالدواوين المجالس هذه ندورها دوارة. أي والله، ها أيوة. ترى هذه كلمة حلوة ويمكن ما عاد نسمعها الحين، وكويتية بحتة. أي نعم، والله يا أبو عبد الله فعلا يعني حنا اليوم نفوسنا تتوق يعني وتشتاق. أيوة، وتحن لمثل هالمجالس. أي نعم، المجالس اللي ما فيها يعني خطأ ولا فيها زلة ولا فيها طال عمرك كلمة على قولتهم عوجة أو كلمة ما لها داعي. أي والله، أو تذكر لك ناس غايبين يعني ما لها داعي. فالمجالس اللي حنا اعتدنا عليها وتربينا عليها مجالس ثقافة، مجالس أدب، مجالس أخبار، ها علوم قصيرنا فلان شو علومه، والله مرقد اللي بنزوره، علوم قصيرنا فلان والله ما شاء الله واحد من عياله ملك وبنروح مبارك له، صحيح، والله عرس فلان القابله، هذه الدواوين الحلوة. أي والله، اللي ينتعش الواحد فيها. أي نعم، أي نعم، حنا بنرجع القصيدة يا بعد عشان ما ننسى. فقال في بيت بعد جميل يا أبو عبد الله، وإن شاء الله تشاطرني فيه الحديث، قال اللي مضى فالنفس عنف وقساوة، واليوم أخلي كل عوجة تطوفي. الله، يعني هذا البيت صراحة أنا أعتبره الحداري الحربي هذا أعتبره عالم من علماء النفس. الله، من خلال هذا البيت. أي والله، فعلا إحنا يا أبو عبد الله يعني نصيحة بسيطة لإخوان الشباب والشابات، فعلا يعني لا ياخذوا الأمور بعنف وقساوة، صحيح، وأن علاقاتهم يعني يا أبيض يا أسود، يعني مثل ما يقولون أهل الاختصاص التربوي إن في منطقة رمادية. أيوة، ممكن نعيش فيها، ترى مو لازم، صحيح، يعني يا أبيض يا أسود يا كذا يا كذا، يا نعم، نخلي الأمور يعني فيها لطافة، صحيح، نخلي الأمور يعني تعدي على خير، نتغافل نتجاوز. أيوة والله، فإذا عندك يا أبو عبد الله إشارة قبل لا ينتهي الوقت. والله البيت هذا جميل صراحة، الله، مفروض يكون عنوان صراحة في علاقاتنا الاجتماعية، تجاوز عن خطأ المخطي أو يعني تغافل مثل ما تفضلت، تغافل يعني تسعة أعشار نجاح العلاقات والسعادة في الحياة أكثر من العالم يقول في هذه المسألة بالتغافل، خلق التغافل يخلينا نطوي صفحات شوي مزعجة أو كئيبة ونعيد المياه إلى مجاريها ما بيننا وبين بعض الناس اللي صارت بيننا وبينهم خصومات أو مشاكل.
فالتغافل ترى نعمة يعني. أي والله. وسلوك عجيب صراحة. أي نعم. الله يجزاك خير يا أبو عبد الله. الله يحفظك. نستمتع دائما بالحوار والحديث وياك. ويا ليت وقت البرنامج اطول يا ابو عشان نستمتع وياك. الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله نلتقيكم ان شاء الله اخواننا المشاهدين في حلقات قادمه باذن الله، ونراكم على خير.